فير بلاي. وصلنا متواصلين معكم في فير بلاي حتى الخمسة متاع العشية. أكيد البارح الحدث كان في بين صفاقس ورادس، في الحقيقة جدل كبير مازالت تثير فيه الليفت متاع تسمية ملعب رادس باسم ملعب حماد العقربي. أكيد البارح تابعته الناس الكل، وقع وضع الليفتة ثم وقع إزالتها من قبل، أو خلينا نقول مش إزالتها، خلينا نقول تشويهها من قبل بعض الأحباء ومحاولة إزالتها بعض الرواتسية، وكذلك جلال أثر أيضا رئيس بلدية رادس، الشيء اللي ما قبلوش الصفاقسية، وأكيد عملوا نفس الشيء. احتجاجات كبيرة كانت البارح في الليل، تابعتوها على الباجن تاعنا إكسبريس سبورت، كان أمن هلكم زميلنا فاضل بوجنيح اللي صار البارح في صفاقس وتبديل حتى اسم الملعب. على كل اللي أعطيكم مزيد من التفاصيل من عند زميلنا فاضل بوجنيح، تجيكم في المباشر من صفاقس. فاضل أهلا بيك. مرحبا بيك إسلام. دونك كيما كنت نحكي شنو صار البارح في صفاقس فاضل؟ كما قلت انت اسلام البارح، معناها اذا كان والله يتحركوا كل شيء الرواتسيه في تونس وتوجهوا الملعب الاولمبي، معناها ملعب الاولمبي حماد العقربي في رادس، والله نقولوا نقبلوه الحديث هذا، معناها ولا الشارع الرياضي في صفاقس يكون يقبلوا الشيء هذا. لكن انه احد ممثلي الدوله اللي هو رئيس البلديه هو اللي اول الناس اللي يتحرك، غادي وقام معناها ببث فيديو مباشر، الناس الصفاقسية استغربوا معناها الشيء هذا اللي يحصل، معناها تقبلوه باستغراب واستنكار. الاستغراب انه كيفاش مسؤول في الدولة يكسر قرارات صادرة على اعلى هرم السلطة في الدولة اللي هو رئيس الحكومة، رئيس الحكومة بقطع النظر هل انه القرار صحيح او غلط، هل انه عنده الحق ما عندوش الحق، لكن هنا انت عون موظف لدى الدولة مسؤول على تنفيذ القرارات الصادرة على رئيس الحكومة اللي هو الرئيس المباشر، معناها حتى الوزير الداخلية رئيس الحكومة. دونك لهنا الاستغراب الاستنكار، لهنا احباء النادي الرياضي الصفاقسي معناها بالحق المشكله هذه معناها تناولوها معناها باطناب، وثم حتى احباء عديد الفرق الاخرى كما الترجي كما النادي الافريقي كما النجم الساحلي، ثم عباد معناها لهنا شافت اللي هي حاجه عاديه جدا انك تسمي معناها اكبر منشاه رياضيه في تونس باحد ابرز لاعبين ولا ابرز لاعب في تاريخ كره قدم التونسي اللي هو المرحوم حمادي العقربي، معناها الناس قالوا له ناس ما عباد قالوا لي هي حاجه عاديه، لكن الاستنكار انه سمع عباد رفضت الشيء هذا، هذا معناها ما عندوش حتى مبرر، خاصه في ظل انه معناها سمع عديد المنشات في صفاقس متسميه على ناس معناها من برا من صفاقس، مثلا ملعب الطيب المهيري الناس كل تعرف في تونس انه طيب المهيري والباب السويقه لعب في الترجي الرياضي، وما ثم حتى اشكاليه انه ملعب في صفاقس متسمي على طيب المهيري. اكثر من هكا سمع عباد تحكي انه مثلا في تونس ثم شوارع متسميه على ناس حتى مش توانسه، ناس من برا، شاردي غول، سان غوبان، جون جوريس، هذوما ناس معناها من فرنسا وعاملين عندهم معناها شوارع باسمهم، ثم ساحات في العاصمه باسمهم. دونك هل هذم العباد معناها توانسه حمادي العقربي؟ لا، هذا كيفاش تناول احباء النادي الرياضي الصفاقسي الموضوع؟ وكما قلت لك الاسلام الاستنكار كبير، وثم استغراب كبير خاصه من الفظاظه اللي تصرف بها رئيس البلديه نتاع رادس، والناس كل قالت انه كانت لها بالحفر، ومعناها المناطق الملوثه في رادس كان احسن من انه يمشي يعمل البوس في موضوع اللي هو موضوع مفروغ منه. المدينه الرياضيه تسمات، وحتى على مواقع معناها الانترنت تسجلت وقع تسجيلها اللي هي مدينه معناها الملعب حمادي العقربي برادس. دونك ما فهمناش هذا معناها البوليميك صاير على بروبليم مش بري بروبليم. بالنسبه اللي صار تسمع فيا فاضل ولا تسمع فيا فاضل ولا نسمع فيك اسلام. بغض النظر على شكون صحيح وشكون غلط، وخاطر هذا من كل السبيانيات انا نسميهم من عند سواء المرحوم حماد العقربي والا الطيب المهيري، كيف هما توا الله يرحمهم الزوز، لكن نشوف صبيانيات وحاجات مفتعله ماهيش في حاجه اليوم الزوز. نحب نعرف بغض النظر شكون صحيح ولا غلط شنو صار في صفاقس بالضبط. بالفعل انا باش نحكي لك اسلام شنو اللي صار بالضبط البارح في صفاقس، وكما قلت انت معناها امور صبيانيه، معناها الدوله في حاجه لحوايج اكثر من هكا، مش معناها باش نعملوا بوليميك على هذا شو اسمه ولا الملعب شو اسمه ولا الملعب الاخر نبدلوا له اسمه. دونك البارح كما قلت لك وقع معناها تداول الفيديو نتاع رئيس بلديه رادس في صفاقس بكثره، الناس لهنا معناها تشنجت شويه، توجهت مباشره الملعب الطيب المهيري بصفاقس حوالي معناها 9:30 متاع الليل، برشا حجود متاع احباء النادي الرياضي صفاقس، احباء برشا في رقم صفاقس توجهوا امام المدخل الرئيسي الملعب الطيب المهيري بصفاقس. الامور كانت هاديه شويه شويه كلام معناها شويه احتجاجات، لكن بعد ذلك تطورت الامور شويه، خاصه وانه ثم معلومه اللي وقع الاعتداء على اللافته اللي امام ملعب حمد العقربي بالعاصمه برادس. دونك لهنا الجماهير تشنجت،
طلعوا فوق الباب الرئيسي، ثم لافته مكتوب عليها ملعب حمادي العقربي، ديجا 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 فاضل ملعب الطيب الاميري بالفاخر. ديجا قاعدين نشوف في التصويره فاضل فاضل، اسمع اسمعني فاضل لو سمحت، قاعدين نشوف في التصويره تعدى في اللايف ستريمينج توا باش تكون على بينه من اللي قاعد صاير. كمل فاضل. فوالا دونك قلت لك الناس ثم بعض الاحباء النادي الصفاقسي طلعوا فوق المدخل الرئيسي الملعب الطيب المهيري، وقع عندهم بومباريتوش، معناها هذيك الدون غطوا اسم الطيب المهيري المرحوم الطيب المهيري واستبدلوه باسم ملعب حمادي العقربي، وبعد وقع تغطية اللافتة، هذه اللافتة اللي فوق الباب، لافتة أخرى اللافتة هذه كانت أحبان نادر هذه الصفاقسي قاموا بطباعتها أثناء الموت متاع المرحوم حمادي العقربي أثناء مراسم الدفينة، وعلقوها في مكان اللافتة الأصلية متاع ملعب الطيب المهيري. حضرت قوات الأمن، قوات الأمن كانت تراقب في الموضوع مباشرة، كما قلت لك تقريب حوالي 300 معناها شخص كانوا متواجدين البارح في الليل، وقع وبعد الملعب الطيب المهيري ثم مجموعة توجهت لقاعة الرائد البجاوي إسلام، معناها الأمور تطورت شوية لهنا في صفاقس. مشى بعد تالي مجموعة من الأحباء لقاعة الرائد البجاوي، وكانت النية مبيتة أنهم معناها يستبدلوا زاد الرائد البجاوي، على خاطر الرائد البجاوي موش أسيل صفاقس، قالوا لا يلزم نبدلوا حتى احنا اسم القاعة هذه يبقى قاعة الرياضيين اللي هم من الجهة. دونك ماشي الكل بول دوناج ماشي وتكبر الحق، هو النجم والناس كلها هنا هي القاتل اللوم عليه في البلاتوات ولا حتى في الشارع الرياضي، ولا حتى كي نتابعوا الموضوع هذا عمل موش يكمل يشعل النار، وكما تشوف ان شاء الله احنا الناس الكل تهدى وان شاء الله يقع تجاوز الاشكاليه فخفيخ. ايضا ديسيزيون ما غير دراسه وقع اتخاذها كيف كيف رئيس البلديه كيف كيف، بالفعل احنا قلنا اللوم على الجمهور الكل ما يش في حاجه ليها فاضل. فاضل أول المداخلة، احنا قلنا هل أنه صحيح هذا القرار؟ ما عليك إلا أنك تطبق ولا تنفذ، أنت عون تنفيذ في الدولة يلزمك تنفذ القرارات متاع رئيس الحكومة، القرار رئيس الحكومة اللي لولا، وثانيا الاستنكار من معناها من التصريحات ومن